بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. والتفاضل في الإيمان بدخول زيادة الإيمان والنقص فيه يكون من وجوه متعددة، أحدها الأعمال الظاهرة، أحدها الأعمال الظاهرة، فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص، وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان. فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان ومقتضاه، فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار، وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه، أي زيادة ثمراته ونقصانها. فيقال قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان وموجباته، فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر، وأما كونه لازما له أو جزءا منه فهذا يختلف بحسب حال، استعمال لفظ الإيمان مفردا أو مقرونا بلفظ الإسلام والعمل كما تقدم. وأما قولهم الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه ومقتضيه فهذا غلط، فإن تفاضل معلول الأشياء ومقتضاها. فإن التفاضل معلول الأشياء ومقتضاها يقتضي تفاضلها في أنفسها، وإلا فإذا تماثلت الأسباب الموجبة لزم تماثل موجبها ومقتضاها. فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك ومقتضيه. ومن هذا تبين الوجه الثاني. ومن هذا يتبين الوجه الثاني في زيادة الإيمان ونقصه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمصنف الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين في هذا الفصل التفاضل في الإيمان وبدخول الزيادة والنقصان فيه، وأنه يكون من وجوه متعددة. ذكر وجوها متعددة لبيان التفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه، يعني الإيمان يتفاضل يزيد وينقص، يكون الإيمان يزيد بالنسبة للأشخاص، هذا إيمانه زائد عن إيمان هذا، هذا إيمانه أقوى من هذا، وبالنسبة للشخص نفسه فالإيمان يزيد، فالشخص الواحد يزيد إيمانه إذا أطاع الله وينقص إيمانه إذا عصى الله. والناس إذن الإيمان فيه تفاضل، تفاضل بأي شيء؟ بالزيادة والنقصان، بدخول الزيادة والنقصان، تدخل الزيادة في الإيمان ويدخل النقص في الإيمان، فيتفاضل الإيمان، يتفاضل الإيمان بالنسبة للأشخاص وبالنسبة للشخص نفسه، الشخص نفسه يزيد إيمانه وينقص، كما قال السلف: إذا ذكرنا الله وحبنا الله زاد إيماننا، وإذا غفلنا ونسينا نقص إيمانه. وكذلك الأشخاص، منهم من هو قوي الإيمان ومنهم من هو ضعيف الإيمان، منهم من هو إيمانه زائد عند زيادة الإيمان عند تمام الإيمان وكماله استقامة على طاعة الله وانتهاء عن محارم الله، ومنهم من هو ضعيف الإيمان ناقص الإيمان لمعصيته وتفريطه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والتفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص يكون من وجوه متعددة. الوجه الأول أحدها الأعمال الظاهرة. الأعمال الظاهرة، ما هي الأعمال الظاهرة؟ اللي تظهر على الجوارح. الأعمال الظاهرة مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، كلها أعمال ظاهرة، مثل بر الوالدين وصلة الأرحام، ومثل أعمال اللسان وأقوال اللسان، قراءة القرآن والذكر، التسبيح والتهليل والوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله، هذه الأعمال الظاهرة. إذن يكون التفاضل بدخول الزيادة والنقص فيه في الأعمال الظاهرة. قال المؤلف رحمه الله: فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص، يتفاضلون في الأعمال الظاهرة، منهم من يؤدي الصلوات الخمس ويزيد على ذلك يؤدي السنة الرواتب، ومنهم يصلي يزيد على ذلك يصلي في الليل، يصلي الضحى،
ومن الناس من يقصر على الفرائض ولا يصلي السنن الرواتب ولا يصلي الضحى ولا يصلي الليل، فأيهما أكثر إيمانا؟ الذي يصلي النوافل والفرائض، الذي يزيد إيمانه على الذي يقتصر على الفرائض. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص، وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيارة فيه والنقصان. اتفق الناس كلهم حتى المرجئة، قالوا إن الأعمال تدخلها الزيادة والنقصان، حتى المرجئة يقول الأعمال تزيد وتنقص، فالذي يؤدي الفرائض والنوافل أعماله زائدة، عنده رصيد من الحسنات أكثر إذا كان خالصا لله ومتابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقتصر على الفرائض أقل، ينقص إيمانه، ينقص عمله. لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان، هذه الأعمال التي يدخلها الزيادة والنقص النزاع فيها بين أهل السنة والمرجئة في دخولها في مسمى الإيمان، هل الأعمال من الإيمان أو ليست من الإيمان؟ فأهل السنة يقولون هي من الإيمان، والمرجئة يقول ليست من الإيمان. مرجئة الفقهاء يقول الأعمال مطلوبة لكن ما نسميها إيمان، من ثمرات الإيمان، ليست جزءا من الإيمان لكنها من ثمرات الإيمان، نسميها بر، نسميها تقوى، نسميها هدى، نسميها خير، ولا نسميها إيمان. وأهل السنة يقول نسميها بر وتقوى وخير وإيمان، هي من الإيمان. هذا النزاع. أما مرجئة الفقهاء يوافقون جمهور السنة في أن الأعمال تدخل الزيادة والنقصان وهي مطلوبة، لكن النزاع في دخولها في مسمى الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: فالنفاة يقولون هي من ثمرات الإيمان ومقتضاه، فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار. يقولون النفاة يعني الذين ينفون دخول الأعمال في مسمى الإيمان، يقول الأعمال ليست من الإيمان ولكن من ثمرات الإيمان وهي مقتضى الإيمان. وإذا جاء في النصوص ما يدل على تسمية إيمان وأنها أدخلت في الإيمان فالتسمية مجازية، مثل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، المراد بالإيمان هنا صلاة أي صلاتكم إلى بيت المقدس، سمى الصلاة إلى بيت المقدس إيمان. قالوا المرجئة هذه تسمية مجاز، تسمية إيمان مجاز، وإلا فإن الإيمان خاص بتصديق القلب. وأهل السنة يقول لا، ليست مجاز بل حقيقة، لأن الصلاة عمل والعمل من الإيمان. واضح هذا؟ إذا فالنفاة يقولون هي من ثمرات الإيمان ومقتضى، فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار، وهذا معنى زيادة الإيمان عنده ونقصهم، يعني عند المرجئة اللي هم نفاة تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصهم، أي زيادة ثمراته ونقصانها. فيقال لهم في الرد عليهم، يقال لهم: قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان وموجباته، قد تقدم أن هذا يعني الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان وموجباته. وجه ذلك قال: فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل الظاهر، يعني ما يمكن يكون في الإيمان في القلب إيمان تام ولا يعمل، لا بد يعمل. إذا تم الإيمان في القلب معناه لابد يكون محبة، والمحبة حركة يكون فيها إرادة تدفع الإنسان إلى العمل، عمل القلوب وعمل الجوارح. أما إذا امتنع القلب من العمل وامتنع الأبداء الجوارح من العمل دل على الإيمان غير تام، ناقص، ضعيف، ولهذا ما قوي على تحريك البدن وتحريك القلب. إذن يقول المؤلف رحمه الله: إن الأعمال من لوازم الإيمان وموجباته، لأنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر. وهل الإيمان الأعمال جزء من الإيمان أو لازم؟ يقول: هذا يختلف بحسب حال استعمال لفظ الإيمان مفردا أو مقرونا بلفظ الإسلام والعمل كما تقدم، يعني يختلف هذا باختلاف الإيمان. إذا جاء الإيمان مفرد يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، صارت الأعمال جزءا منه. الإيمان ما هي أجزاؤه؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كلها أجزاء. هذا إذا أفرد اسم الإيمان. أما إذا قلنا بالإسلام اختلف، صار العمل من ثمرات الإيمان ليس جزءا منه، صار لازم من لوازم، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، وسأل عن الإيمان فسر بالأعمال الباطنة، اجتمع فصار الإيمان هو الأعمال الباطنة والإسلام هو الأعمال الظاهرة، صارت الأعمال لازمة. وكذلك إذا عطف
عليه العمل. الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خرج العمل عطف عليه. وقيل لا يخرج وإنما يكون ذكر مرتين، مرة في دخوله في مسمى الإيمان ومرة مفرد. فالمؤلف فإنه امتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل. وأما كانوا لازما وجزءا منه فهذا يختلف بحسب حال استعمال لفظ الإيمان مفردا أو مقرونا بلفظ الإسلام والعمل. يقول المؤلف: وأما قولهم الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه ومقتضيه فهذا غلط. المؤلف يغلط المرجئة الذين يقولون إن الزيادة في العمل وليست في موجب العمل ومقتضيه، لأن يقول إذا لحقت الزيادة العمل فلا بد أن تلحق الموجب لهذا العمل. ما هو الموجب للعمل؟ الإيمان الذي في القلب. فإذا زاد العمل الظاهر معناه دل على أنه زاد الإيمان الذي في القلب. موجب العمل هو الإيمان الذي في القلب. فإذا زاد العمل الظاهر دل على أن الموجب قد زاد والمقتضي. وجه ذلك قولهم: فإن التفاضل معلول الأشياء ومقتضاها. فإن التفاضل معلول الأشياء، التفاضل معلول، والإيمان الذي في القلب علة. إذا حصل التفاضل في المعلول حصل التفاضل في العلة، فلا بد أن يكون قد حصل التفاضل في العلة. إذا زاد المعلول التي هي الأعمال معناه زاد العلة التي أوجبت الأعمال الظاهرة وهو الإيمان الذي في القلب. ومقتضاها يقتضي تفاضلها في أنفسها، مقتضى الإيمان هو العمل يقتضي تفاضلها، مقتضاها أو مقتضى الأعمال الذي هو في القلب يقتضي تفاضلها في أنفسها. وإلا فإذا تماثلت الأسباب الموجبة لزم تماثل موجبها ومقتضاها. إذا تماثلت الأسباب، إذا تماثل السبب لزم تماثل الموجب وهو المسبب. فإذا كان الإيمان الذي في القلب هو سبب والأعمال موجب، إذا تماثلت الأسباب اللي هو الإيمان الذي في القلب فلا بد أن يماثله الذي في هو العمل الظاهر. فإذا نقص الإيمان الذي في القلب نقص العمل، وإذا زاد الإيمان الذي في القلب زاد العمل. فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك ومقتضيه. تفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك. موجب ذلك ما هو؟ الإيمان الذي في القلب. إن كان تاما زالت الأعمال، وإن كان ناقصا نقصت الأعمال. نعم. ومن هذا يتبين الوجه الثاني في زيادة الإيمان ونقصه، وهو زيادة أعمال القلوب ونقصها. فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له، وفي سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك، والرحمة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فلأنت أحب إلي من نفسي. قال: أحب أحسن الله
قال فلا أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح وفيها بيان تفاضل الحب والخشية. وقد قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة، ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة. ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه، لما يجدون من ذلك في أنفسهم. ومن هذا قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإنما زادهم طمأنينة وسكونا. وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، هذا الوجه الثاني في الزيادة، في دخول الزيادة والنقص في الإيمان، الزيادة زيادة أعمال القلوب. الوجه الأول التفاضل في الأعمال الظاهرة، وهي الأعمال التي تكون على الجوارح واللسان، تزيد وتنقص من الناس، منهم مطيع لله يؤدي الواجبات ويمتثل المحرمات، ومنهم من يقصر في أداء الواجبات فينقص إيمانه. الوجه الثاني في زيادة الإيمان ونقصه في زيادة أعمال القلوب، أعمال القلوب شيء داخل ونقصها، فالناس يتفاوتون فيها. بعض الناس عنده خشية في قلبه، خشية لله أكثر من غيره. بعض الناس عنده محبة، عنده خوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة، يتفاضل الناس فيه. هذه أعمال القلوب، والإنسان يجد هذا من نفسه. وكذلك أعمال القلوب الخبيثة مثل العجب والرياء، يكون يعجب بنفسه، والرياء والخيلاء والكبر وغير ذلك. وهذا معلوم عند كل أحد، كل أحد يدرك هذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن الناس يتفاضلون، يعني في أعمال القلوب بالذوق، يجد يعني يذوقه الإنسان ويجده ويحس به من نفسه. حتى الإنسان نفسه الآن تجد بعض الأحيان عنده رغبة في الخير، وأحيانا يكون عنده ضعف، عنده كسل، والقلوب لها إقبال وإدبار. يقول المؤلف رحمه الله فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله. هل حب أبي بكر لله ورسوله مثل حب سائر الناس؟ لا، فإن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله، ويتفاضلون في خشية الله وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له، تفاضلوا فيها الناس يتفاضلون. ليس كل الناس حب الله ورسوله في قلوبهم سواء، ليس خشية الناس كلهم سواء. ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أكبر خشية. في الحديث يقول النبي لا والله أخشاكم الله وأتقاكم أنا، هو أخشى الناس. إذا يتفاضل الناس في الخشية والإنابة ويتفاضل في التوكل والإخلاص، هل الإخلاص واحد؟ الناس كلهم في إخلاص العمل واحد؟ لا. وكذلك يقولون يتفاضلون في سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب، يتفاضلون فيها، منهم من يكون عنده عجب وتكبر على الناس ورياء، ومنهم من يسلم. وكذلك والرحمة للخلق كذلك، هل رحمة الناس سواء؟ بعض الناس عنده رحمة للخلق، بعضهم عنده عنف وشد ما يرحم الخلق. والنصح لهم كذلك، بعض الناس عنده نصح وبعضهم ليس عنده وش للناس، اختلف الناس في هذا. ويقول ونحو ذلك من أخلاق الإيمانية. ثم ذكر حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني لذته، حلاوة لذته. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه، فقولوا أحب إليه مما سواه ما يقتل التفاضل، أحب بعض الناس أحب. ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره في النار. والحديث رواه الشيخان وغيرهما. إذا الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله، وفي حب الحب لله، وفي كراهة الكفر،
وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله فجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قيل الله سبحانه أن من قدم شيئا من الصفات الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله فإنه عليه الوعيد الشديد وهو فاسق. وهو إذا قدم على محبة الله ورسوله الأبناء الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال أو التجارة أو المساكن كما تعشر، ثم قال إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا قدم محبة الأب أو محبة الابن على طاعة الله ورسوله، أمره الأب أن يتعامل بالربا فأطاعه، إذا قدم محبة الأب على طاعة الله ورسوله فصار ناقص الإيمان. والناس يتفاوتون، ومنهم من لا يقبل ولا يطيعه فيقدم محبة الله ورسوله فيكون أكمل إيمان، إذا الناس يتفاضلون في هذا. وقال عليه الصلاة والسلام والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. الحديث له ألفاظ رواه الشيخان وغيرهما بألفاظ مقاربة، قل أخشاكم لله، إذن الرسول أخشى الناس. ثم يليه أولي العزم، يليه جده إبراهيم ثم موسى الكريم ثم بقية أولي العزم ثم بقية الأنبياء ثم الصديق ثم الشهداء ثم الصالحون. إذن الناس يتفاوتون في هذا في الخشية. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والحديث رواه الشيخان وغيرهما. قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، إذن يتفاوت الناس في هذا، منهم من يكون الرسول أحب إليه من ولده ومنهم من يقدم محبة الولد والوالد فيضعف إيمانه. ومن ذلك قول عمر يا رسول الله لا أنت أحب إليه من كل نفسي إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال فالآن أنت أحب إليه من نفسي، قال الآن يا عمر فالآن بلغت المحبة التامة. في الأول كان يقدم عمر يقدم محبة نفسه على محبة الرسول، فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبلغ الكمال تمام الحبة حتى يقدم محبة الرسول على محبة نفسه، قدم محبة الرسول على من نفسه، فقال الآن بلغ المحبة التامة. يقول مالك رحمه الله وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح وفيها على وجه الدلالة منها فيها وفيها بيان وتفاضل الحب والخشية. وقد قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، قالوا أشد على الشاهد، إذا في أشد في أقل، الذين آمنوا أشد حبا لله. يقول المؤلف هذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة. الإنسان في نفسه الآن يجد هذا الشيء يحبه في بعض الأحيان أشد وفي بعض الأحيان تخف هذه المحبة، هو شيء واحد. وكذلك الخوف تجد بعض الناس يخاف، تجد بعض الناس يخاف من سبع، يخاف من ملك ظالم، يخاف أن يؤدي الواجب، وفي بعض الأحيان لا يبالي يكون عند إيمانه أقوى. يقول مالك رحمه الله وخافه ترى أكثر من خوفه. ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان. لماذا؟ لما يجدونه في ذلك من أنفسهم، لكونهم يجدون في أنفسهم يعرفون الزيادة والنقصان من أنفسهم. ومن هذا قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صريح الآية في أن الإيمان يزيد، زادهم إيمانا، إيمان هم أنفسهم، هم الأشخاص أنفسهم زادهم إيمانا لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول المؤلف وإنما زادهم طمأنينة وسكونا. وقال عليه الصلاة والسلام أكبر المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذا الناس تفاوتوا فيهم أكمل وفيهم دون الأكمل. نعم. الوجه الثالث أن نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، فليس تصديق من صدق الرسول مجملا من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته والجنة والنار والأمم وصدقه في ذلك كله، وليس من التزم طاعته مجملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه. هذا الوجه الثالث في الزيادة. الوجه الأول عرفنا الزيادة في الأعمال الظاهرة، الوجه الثاني الزيادة في أعمال القلوب، الوجه الثالث الزيادة في نفس التصديق
الذي في القلب، نفس التصديق والعلم. القلب له تصديق وعلم يتفاضل، يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل. تارة يكون الإيمان الذي في القلب والعلم الذي في القلب مجمل، وتارة يكون مفصل. فإذا كان مفصل يكون أقوى، يزيد العلم والتفصيل، وإذا كان مجمل ينقص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فليس تصديق ما صدق الرسول صلى الله عليه وسلم مجملا من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره، كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته والجنة والنار والأمم وصدقه في ذلك. هذا واضح، الإنسان يعرف أسماء الله وصفاته، يعرف تفاصيل ما أخبر الله به في الجنة والنار وأمور الآخرة، مثل شخص لا يعرف التفاصيل هذه وإنما يؤمن مجملا بالقيامة والبعث ولا يعرف التفاصيل، يؤمن بأسماء الله وصفاته لكن ما يعرف أسماء وصفاته. شخص يعرف أسماء الله وصفاته، عرف اسم العليم والقدير والسميع والبصير والخالق والبارئ والمصور والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار، عرف هذه الأسماء وعرف معانيها وآمن بها، هل يكون هذا مثل شخص آمن مجملا؟ الإيمان واحد لا يختلف. ويقول مالك: وليس من يلتزم طاعة الله طاعته يعني طاعة الله مجملا ومات قبل أن يعرف تفاصيل ما أمر به كمن عاش حتى يعرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه. لشخص آمن وقال أنا أطيع الله ملتزم بما أوجب الله من الصلاة والصيام ثم مات قبل أن يأتي وقت الصلاة قبل أن يأتي رمضان، وشخص عاش حتى صلى وأدرك رمضان وعرف التفاصيل، هل الإيمان واحد ولا يختلف؟ يختلف. نعم. الوجه الرابع أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك. فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت فكذلك الإخبار عنه يتفاوت. وإذا قال القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل كان بمنزلة قوله القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل، وقوله ورؤية الشيء الواحد لا تتفاضل. ومن المعلوم أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته، وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه، وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها الشخصان ويتفاضلون في النطق بها، وكذلك شم الشيء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه. فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته بل وصفات غير الحي إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر، حتى يقال ليس أحد من المخلوقين يعلم شيئا من الأشياء مثل ما يعلمه تعالى من كل وجه، بل علم الله تعالى بالشيء بل علم الله علم الله نعم. بل علم الله تعالى بالشيء أكمل من علم غيره أكمل من علم غيره به كيفما قدر الأمر. وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم فقط بل من وجوه أخرى، والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه ورؤيته لمرئيه وقدرته على مقدوره وحبه لمحبوبه وبغضه لبغيضه ورضاه بمرضيه وسخطه لمسخوطه وإرادته لمراده وكراهيته لمكروهه. ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطا. نعم. هذا الوجه الرابع من وجوه الزيادة والنقصان في الإيمان، أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت. الوجه الثالث الذي قبل هذا أن نفس التصديق، الفرق بين الوجهين الثالث والرابع أن الثالث نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار التفصيل والإجمال. فالقلب الذي يؤمن إيمانا مجملا يختلف إيمانه عن القلب الذي يؤمن إيمانا مفصلا، فالذي يؤمن إيمانا مفصلا هذا أقوى إيمان من الذي يؤمن إيمانا مجملا. إذن نفس التصديق والعلم هذا الوجه الثالث باعتبار الإجمال والتفصيل.
أما الوجه الرابع فنفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت نفس صفة العلم، صفة العلم لذاتها من غير ربطها بالإجماع والتصديق. نفس العلم الذي والتصديق الذي يجده في الإنسان في قلبه يختلف الناس فيه. العلم في وجود الله، والعلم باستحقاقه للعبادة، والعلم بوجوب الخشية والمحبة لله عز وجل يختلف من شخص إلى شخص. نفس العلم، نفس العلم يختلف، نفس الصفة، صفة العلم تختلف، بل إن صفة الصفة للشخص الواحد تختلف من وقت إلى وقت. فأحيانا تكون العلم الذي في القلب والتصديق أقوى من وقت آخر، كما أن الصفات الحية تتخالف تتفاوت، صفاتك القدرة وإرادة وسمع وبصر وكلام تختلف، قدرك أحيانا تكون أقوى في وقت أقوى من في وقت آخر، في وقت تكون عندك قدرة ونشاط تستطيع تصعد الجبل، وفي وقت آخر تكون كسلان ما تستطيع تصعد. في قدرة واحدة، أنت شخص واحد، قدرك هي هي. فأحيانا تقول أنا كسلان الآن ما أستطيع أصعد الجبل الآن حتى أرتاح وأخذ نشاط ثم أصعد. ليه؟ القدرة أليست القدرة صفة واحدة وأنت شخص واحد؟ إيه زادت في بعض الأحيان ونقصت في بعض الأحيان. نفس العلم والتصديق الذي في قلبك يزيد وينقص، القلوب لها إقبال وإدبار. في وقت يكون عندك رغبة في الخير ورغبة في سماع العلم ورغبة كذا، رغبة في الدعوة إلى الله، ويكون عندك نشاط ويقوى إيمانك. وفي وقت يكون عندك كسل، مثل أنا ما أنا مشارك الآن، لا مشارك في الدعوة ولا مشارك كذا، ويكون عندك ضعف. إذا الوجه الرابع أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما تتفاضل صفات سائر الصفات الحي. سائر صفاتك، صفاتك إيش؟ عندك صفة القدرة، السمع، الإرادة، البصر، الكلام. يقول بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض تختلف. حركة الإنسان تختلف، أحيانا تكون حركة قوية وأحيانا تكون متوسطة وأحيانا تكون ضعيفة. السواد يكون قد سواد قوي وسواد ضعيف وسواد متوسط، والبياض كذلك. يقول مالك فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت فكذلك الإخبار عنه يتفاوت. وإذا قال القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل، كيف نرد عليه؟ يقول مالك كان بمنزلة قوله القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل، وهذا ليس بالصحيح. العلم بالشيء يتفاضل مثل ما إن القدرة على المقدور الواحد تتفاضل. في وقت يكون عندك زيادة على قدرتك على الشيء، وفي وقت يكون عندك أقل، فكذلك العلم. وكذلك قول رؤية الشيء الواحد لا تتفاضل، يقول هذا رؤية الشيء الواحد لا تتفاضل ليس بالصحيح. بين وقال ومن المعلوم أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته، مرئي واحد الهلال، هل رؤية الناس واحدة؟ بعضهم يراه قوي واضح، بعضهم يراه رؤية واضحة لكن أقل، بعضهم يراه ضعيف، بعض يرى كأنه خط. إذا يتفاضل الناس في الرؤية. وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضل في إدراكه، أنا أتكلم من الناس من يدرك الكلام، من الناس يفوت بعض الكلام. وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها الشخصان ويتفاضل في النطق بها، كلمة واحدة تكلم بها شخصان، واحد يتكلم بها ينطق بها نطق سليم، واحد ينطق بها نطق غير سليم أو فيه ضعف. وكذلك شم الشيء الواحد، تشم الشيء يختلف، الشيء الواحد يشم إنسان فيجد قوة في هذا الطيب، ويشم آخر يجد أقل. وذوقه والذوق، ذوق الشيء، ذوق العسل، ذوق الحلاوة، يتفاضل الناس الشخصان فيه. يقول مالك رحمه فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته بل وغير صفات الواحد إلا وهو يقول التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر، حتى يقال ليس أحد من المخلوقين يعلم شيئا من الأشياء مثل ما يعلمه الله من كل وجه. صحيح، ليس كل واحد من ليس أحد من المخلوقين يعلم الأشياء مثل علم الله عز وجل، بل علم الله بالشيء أكمل من علم غيره كيفما قدر الأمر. يقول مالك وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم، لا، بل من جهة أخرى. ليس تفاضل العلم كون هذا العلم حدث أو كان هذا العلم قديم. والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه ورؤيته للمرئي. هذا الإنسان يجد الإنسان في نفسه أن علمه بالشيء المعلوم يتفاضل بالشيء الذي يعلمها. أحيانا علمك ببعض الأشياء يكون أقوى من علمك ببعض الأشياء. قد يكون شيء واحد
أيضا يتفاضل علمك فيه، فأنت في وقت تعلم هذا الدرس جيد يكون علمك واضح بحيث أنك تستطيع تلقي ما فهمت في هذا الدرس، وفي وقت يضعف يضيع عليك بعض الأشياء. كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه، يتفاضل الإنسان في سمعه للأشياء وفي رؤيته لمرئيه، يتفاضل في رؤيته للشيء الذي يراه وقدرته على مقدوره وحبه لمحبوبه، أحيانا حبك للشيء أحيانا يزيد وأحيانا ينقص، وبغضه لبغيضه بغضك للمبغض، ورضاه بمرضية يزيد وينقص، وسخطه لمسخوطه يزيد، وإرادته لمراده الإرادة حتى تكون قوية وتكون ضعيفة، وكراهيته لمكروهه. ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطا، مش معنى مسفسطا يعني مموه ملبس، اللي ينكر التفاضل في هذه الأشياء مموه ملبس، المسفسط هو المموه يعني يموه الحقائق ويلبس حتى على الناس حتى لا يعلموا الحقائق على ما هي عليه. فاللي يقول الناس ما يتفاضلون في السمع ولا في البصر ولا في العلم والقدرة، هذا يقول مموه ملبس. نعم. الوجه الخامس أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها، فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين وتبين فساد الشبهة العارضة لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك، بل من جعل له علوما ضرورية لا يمكن دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبهة ويريد إزالتها بالنظر والبحث. الشبهة والشبهة ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها وبفساد الشبه المعارضة لذلك وبيان بطلان حجة المحتج عليها ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبه العارضة له فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله وقوته وتمامه. نعم، هذا الوجه الخامس أن التفاضل يكون في هذه الأمور في الإيمان وفي العلم وفي غيرها من جهة الأسباب المقتضية لذلك، من جهة الأسباب المقتضية للتفاضل. فإذا كانت مثلا علم الإنسان بسبب الأدلة فيتفاضل العلم، كلما زادت الأدلة زاد العلم وكلما نقصت الأدلة نقص العلم. إذن هذا الوجه الخامس التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لحصول هذا الشيء أو لحصول هذه الصفة. مثل ذلك قال كمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين وتبين فساد الشبهة العارضة لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك. فالذي يصدق بهذا الشيء من أجل أدلة أوجبت له اليقين وبينت فساد الشبهة لا يكون تصديقه مثل تصديق من صدق لسبب واحد، واحد صدق لعشرة أسباب واحد صدق لسبب واحد، هل يكون تصديق واحد؟ لا، اللي صدق لعشرة أسباب تصديق أقوى، عنده عشرة أسباب كلها تقوي هذا التصديق وتزيل الشبهة، وواحد ما عنده إلا سبب واحد يختلف. يقول بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبهة، يعني من كان عنده علوم ضرورية توجب له هذا العلم. وش معنى العلم الضروري؟ أنا سبق أقول العلم ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر والاستدلال بل يدركه الإنسان بداهة، كالعلم بطلوع الشمس، العلم بوجود النهار، العلم بوجود النهار هذا يحتاج لوجود الليل، هذا يحتاج إلى دليل ولا كل واحد يدركه؟ كل واحد يدركه، ما يحتاج إلى تأمل. أما العلم النظري يحتاج إلى تأمل وإعمال ذهن تفكير. فالعلم الضروري هو الذي لا يستطيع الانفكاك عنه، لا بد أن نصدق فيه. هل يمكن إنسان الشمس أمامه يكذب يقول لا الشمس غير طالعة؟ ما يمكن. هل يمكن يدفع هذا العلم عن نفسه؟ يستطيع أن يدفع العلم ويثبت أن الشمس غائبة ويراها أمامه؟ ما يستطيع، هذا علم ضروري. فالعلم الضروري هو الذي
يلجئ الإنسان إلى التصديق ولا يمكنه دفعه ولا يمكنه تكفيه. فالمؤلف رحمه الله يقول من عنده علوم ضرورية لا يستطيع دفعها حتى يكون إيمانه قوي، ولا يكون إيمانه مثل إيمان شخص عنده شبه، عنده شبه وما يصدق من أجل الشبه، أو عنده تصديق ضعيف لكن عنده شبه تشوش عليه. فالذي عنده علوم ضرورية هذا إيمانه قوي واضح مثل الشمس ما عنده نفس. والشخص الذي عنده شبه تعارض هذا العلم يبقى علمه ضعيف. ولهذا قال بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفع عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبهة ويريد إزالتها بالنظر والبحث. ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها وبفساد الشبه المعارضة لذلك وبيان بطلان حجة المحتج عليها ليس كالعلم الذي هو حاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبه المعارضة له. يعني لا يستريب، يعني لا يشك عاقل أن الإنسان الذي حصل عنده علم بكثرة الأدلة وقوة الأدلة وفساد الشبه المعارضة له وبطلان حجة المحتج عليها ليس مثل علم الذي حاصل عن دليل واحد ما عنده دليل واحد وعنده شبهة ما يعلم أن هذا الشبهة زالت. يقول الله سبحانه فإن الشيء كلما قلت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه وضحلت كان أوجب لكماله وقوته وتمامه. الشيء كلما صارت أسباب قوية توجبه وتعددت وزالت وزالت الموانع وانقطعت كان هذا أوجب لكمال هذا العلم وكمال هذا التصديق وكمال قوته وتمامه. نعم. أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره، كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض والعلم والتصديق والحب والتعظيم. الوجه السادس أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره، كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك ذلك مما في القلب. هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها. والعلم والتصديق مستأنف هذا. والعلم والتصديق والحب. نعم. قبل الإعراض. لا. والعلم. نعم. من جهة الغفلة والإعراض انتهى الكلام. نعم. كما يحصل البغض والعلم. لا. والعلم والتصديق. نعم. والعلم. والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك. وغير ذلك مما في القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها وحصول أسبابها. والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحقيقه، والعالم بالشيء في حال غفلته عنه حاله فيه دون حال العالم بالشيء في ذكره له. قال عمير بن حبيب الخضمي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يزيد وينقص، قالوا وما زيادته ونقصه؟ قال إذا حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. نعم. في الوجه السادس التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام الأسباب وثباتها. الفرق بينه وبين الخامس أن الخامس التفاضل يحصل من جهة الأسباب وأما السادس هو التفاضل يحصل من جهة دوام الأسباب واستمرارها. الخامس التفاضل يحصل من جهة الأسباب المقتضية لها، والسادس يحصل من جهة دوام هذه الأسباب وثباتها وذكر الإنسان لهذه الأسباب واستحضاره لها. فإذا دامت الأسباب واستمرت قوي الإيمان بخلاف ما إذا انقطعت الأسباب. وكذلك إذا كان الإنسان متذكر لهذه الأسباب مستحضر لها غير تصديقه وإيمانه غير ما إذا كان غافلا معرضا وناسيا. يقول المؤلف كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض، يحصل البغض لهذا الشيء بسبب الغفلة والإعراض. إذا أعرض عن الشيء وغفل أعرض. قال المؤلف والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك مما في القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها. القلب فيه العلم، فيه التصديق، فيه الحب، فيه التعظيم، فيه البغض، فيه التكذيب، فيه الكراهية. هذه الأمور هل تبقى على حال واحدة ولا ما تبقى؟ ما تبقى. هذه الصفات من الأعراض تدوم وتحصل بدوام أسبابها وحصول أسبابها، وتنقص وتضعف
إذا زالت أسبابها أو ضعفت أسبابها. المؤلف قال رحمه الله: والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحققه. الإنسان يكون عنده علم، علم يقين بهذا الشيء. أحيانا يكون عندك علم الآن في تدرس هذا الكتاب، يكون عندك علم، فإذا غفلت عنه نسيته سنة وسنتين سال العلم طاح أو تلاشى ما يبقى له شيء. ما الذي جعله يزول أو يضعف؟ الغفلة والإعراض. القرآن الكريم إذا قرأه الإنسان بقي، وإذا أعرض عنه تفلت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فهو الذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها. فإذا مع الغفلة والإعراض يزول العلم أو ينقص. ولهذا قال: والعالم بالشيء في حال غفلته عنه دون العالم بالشيء في حال في ذكره له. في ذكره بضم الذات. مش معنى ذكره؟ يعني تذكره. الذكر بالكسر التسبيح والتهليل والتكبير، هذا اسمه ذكر. أما الذكر بضم الذات ضد النسيان التذكر. والعالم بالشيء في حال غفلته عنه دون العالم بالشيء في ذكره له، يعني في تذكره استحضاره وتذكر له. ثم استدل بقول الصحابي الجليل عمر بن حبيب بن حبيب الخطبي، قال: الإيمان يزيد وينقص. قالوا: وما زيادة ونقص؟ قال: إذا حمد الله وذكرنا وسبحنا فذلك زيادة، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصان. إذا في الشيء يزيد بالتذكر وينقص بالغفلة. نعم. الوجه السابع: أن يقال ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوتا من الإيمان، فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله فالإيمان أعظم تفاضلا من ذلك. مثال ذلك أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقلبه، سواء كان حبا لولده أو لامرأته أو لرياسته أو وطنه أو صديقه أو صورة من الصور أو خيله أو بستانه أو ذهبه أو فضته وغير ذلك من أمواله. فكما أن الحب أوله علاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم صبابة لانصباب القلب نحوه، ثم غرام للزومه القلب كما يلزم الغريم غريمة، ثم يصير عشقا إلى أن يصير تتيما، والتتيم التعبد، وتيم الله عبد الله، فيصير القلب عبدا للمحبوب مطيعا له لا يستطيع الخروج عن أمره. وقد آل الأمر بكثير من عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس، مثل من حمله ذلك على قتل نفسه وقتل معشوقه، أو الكفر والردة عن الإسلام، أو أفضى به إلى الجنون وزوال العقل، أو أوجب خروجه عن المحبوبات العظيمة من الأهل والمال والرياسة، أو أمرض جسمه وأضناه. فمن قال الحب لا، أو أمرض جسمه وأضناه كذا، قال في طاء أمراض جسمه وأسنانه، أضناه أحسن، أضناه أحسن من أسنانه، يعني عندنا وأسنانه، نعم، أظناه أحسن. هذا الوجه السابع، وهو أن يقال ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوتا من الإيمان. الوجه السابع أن تفاضل الإيمان أكمل من تفاضل جميع الأمور التي تقوم بالإنسان. وش اللي يقوم بالإنسان؟ صفات الحب والبغض والعلم والقدرة والسمع والبصر والحركة، هذه الصفات والتصديق الذي في القلب. ما هو أقواها؟ أقوى شيء يقوم بالإنسان هو إيش؟ التصديق الذي في القلب، العلم الذي يكون في القلب، الإيمان الذي في القلب، هذا أقوى شيء، أقوى جميع الصفات. إذا له صفات، عنده إيمان في قلبه، تصديق في قلبه، وعنده أيضا رؤية للأشياء وسمع وحركة وبغض وحب وقدرة إلى آخره، أعظمها تفاضلا وتفاوتا ما هو؟ الإيمان الذي في القلب. ولهذا قال المؤلف: ليس في الوجه السابع، قال ليس فيما يقوم الإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوتا من الإيمان. والمؤلف قصد الرد على من المرجئة الذين يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاوت الناس فيه. المرجئة يقول إيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء واحد، إيمان جميع أهل الأرض، فساقهم وعصاتهم ومطيعوهم وإيمان الملائكة سواء، لأن التصديق والتصديق واحد. ثم يقول هذا كأهل بيت صحيح، هذا باطل، بل الناس يتفاضلون في التصديق
ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوتا من الإيمان. فكل ما تقر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله فالإيمان أعظم تفاضلا من ذلك. يعني كل ما يقوم بالإنسان من الصفات والأفعال يتفاضل، لكن الإيمان أعظم تفاضلا منها. كما أن الحب يتفاضل والبغض يتفاضل والحركة تتفاضل والقدرة تتفاضل والسمع تتفاضل والرؤية تتفاضل والإيمان يتفاضل، أعظمها كلها تفاضلا هو الإيمان الذي في القلب. مثال ذلك مثل المؤلف أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقلبه. كل واحد يدرك كان سواء كان حبا لولده أو لامرأته أو لرياسته أو وطنه أو صديقه أو صورة من الصور. يعني هل حبك لولدك الآن مثل حال ولدك حبك مثلا لوطنك أو لصديقك؟ لا، حب الوالد أكثر من حب، أقوى من حب الصديق أو صورة من الصور أو خيله. نحن نقول أو سيارته الآن، الآن في سيارات الآن حب لسيارته، بعض الناس عنده حب لسيارته بل ما له شغل إلا سيارته، تجي يمسحها وغسلها والليل والنهار وغسلها حتى أضاعت أوقاته. أو خيله أو سيارته أو بستانه أو ذهبه أو فضته أو غير ذلك من أمواله. يقول فكما أن الحب أوله علاقة، الحب له مراتب متعددة، حتى ذكر مقيمها ما تقرب من 12 مرتبة وثلاث مرتبة. المرتبة الأولى العلاقة، سميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب، أول تعلق القلب بالمحبوب فسميت المرتبة هذه علاقة. ثم صبابة، المرتبة الثانية أعلى منه، صبابة من صباب القلب إليه مثل صباب الماء من مكان مرتفع. ثم غرام، يقوى الحب يصير غرام، والغرام سمي غرام للزومه للقلب كما يلزم الغريم غريما. الغريم المدين، شخص يطلب واحد دين ويبحث عنه في كل مكان لأنه منكر لدينه، بعدين قبض عليه، هل يتركه ولا يلزمه؟ يقول أنا ما أترك أبد حتى تسلم لي الأمان، غريب ملازم. فكذلك الغرام الحب الذي يلزمه كما يلزم الغريم غريما. ثم المرتبة الرابعة يصير عشق، ثم المرتبة الخامسة يصير تتيم، والتتيم التعبد، يصير معبود في محبوبه يعبده، فيصير القلب عبدا للمحبوب مطيعا له. إذا وصل إلى هذه الحالة صار لو يأمره بأن يصلي إلى الشرق صلى إلى الشرق، لو يأمره بأن يترك الصلاة ترك الصلاة، عبد صار عبد لا يستطيع الخروج عن أمره. مثال ذلك يقول المؤلف فقد آل الأمر بكثير من عشاق الصور لما وصل الحب إلى التتيم والتعبد، صار قد آل الأمر بكثير من عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس، مثل من حمل ذلك على قتل نفسه حتى أدى إلى قتل نفسه بسبب قوة الحب. حب صار عبد المحبوبة، وقتل منهم من قتل نفسه وقتل معشوقه، ومنهم من أوصله إلى الكفر والردة عن الإسلام والعياذ بالله، ومنهم من أفضاه إلى الجنون، صار مجنون، مسمى مجنون ليلى، عرف مجنون ليلى، لا مجنون ليلى هذا معروف، الشاعر المعروف سمى مجنون ليلى، يعني بشدة حبه إليه صار مجنون. كذلك يفضي به إلى الجنون الحب، إذا وصل إلى التتيم يفضي به إلى الجنون وزوال العقل، وقد يوجب له خروجه عن المحبوبات العظيمة من الأهل والمال والرياسة، قد يؤدي به عن الحب إذا وصل إلى هذا الشخص أنه يخرج من الأهل والمال والرياسة، يترك عمله يترك وظيفته يترك أهله يترك أولاده. إذا وصلت به الحب إلى محبوبه وصل إلى مرتبة التعبد أو إمراض جسمه وأظنه، أو يمرض جسمه ويصل به إلى المرض حتى يفضي به إلى الموت، نعوذ بالله. نعم. فمن قال الحب لا يزيد ولا ينقص كان قوله من أظهر الأقوال فسادا. ومعلوم أن الناس يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب، فهو سبحانه اتخذ إبراهيم صلى الله عليه وسلم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليلا، كما استفاض عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أخص من مطلق المحبة، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنون يحبون الله ويحبهم الله تعالى، كما قال جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، فقد أخبر الله تعالى إن الله يحب المتقين،
ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بحبه لغير واحد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال للحسن وأسامة رضي الله عنهما: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال فمن الرجال قال أبوها. وقال للأنصار صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبكم. نعم، وهذا البحث يبين فيه المؤلف رحمه الله أن من قال إن الحب لا يزيد ولا ينقص أن قوله فاسد، من أظهر الأقوال فسادا. فمن قال الحب لا يزيد ولا ينقص كان قوله فاسد، مخالف للعقل والحس وللشرع وللذوق الذي يجده الإنسان في نفسه. ولهذا قال المؤلف رحمه: ومعلوم أن الناس يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب. الإنسان يحب المال ويحب الأهل ويحب الولد ويحب كل شيء، لكن حبه لله أعظم. يتفاضل الناس في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب. معلوم أن الإنسان يدرك أن يتفاضل حبه، حب الإنسان لولده ليس كحبه لصديقه، ليس كحبه لجاره، يتفاضل الناس فيه. فالتفاضل في حب الله أعظم وأعظم. والله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا، فهما الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، كما استفاض عنه، يعني كما ثبت عنه الاستفاضة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم ورواه أيضا البخاري أيضا بمعناه، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخلة وأنه خليل الله، ولو كان في قلبه متسع لكان لأبي بكر. الخلة معناه، الخلة هي كمال محبة ونهايتها، كمال محبة ونهايتها الخلة. والخلة والمحبة صفتان لله عز وجل كما يقول جلاله بعظمته. وبالنسبة للمخلوق النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، والقلب بالنسبة للمخلوق لا يتسع لأكثر من خليل واحد، القلب لا يكون في متسع لأكثر من خليل واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، يعني أن قلبي قد امتلأ بخلة الله فلا يتسع، ولو كان فيه متسع لكان لمن؟ لكان لأبي بكر. أما المحبة يتسع لأناس كثيرين، ولهذا كان يحب عائشة ويحب أسامة ويحب غيرهما ويحب زيد بن حارثة ويحب ناس كثيرين، القلب يتسع لكثير. أما الخلة لم يتسع إلا لواحد. وأما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى المحبة والخلة صفتان تليق بجلاله وعظمته لا يمثل أحد من خلقه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهما خليلا. يقول المؤلف رحمه: والخلة أخص من مطلق المحبة. إيش معنى أخص؟ يعني أعلى النهاية. وبعض الناس يغلط، بعض الناس يقول الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، ويظنون أن المحبة أكمل من الخلة، وهذا من أغلاطهم. فالخلة لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه: فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين يحبون الله ويحبهم الله، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والله تعالى يوصف بالمحبة كما يقول جلاله بعظمته، خلافا للأشاعرة والمعتزلة الذين يؤولونها بالإرادة أو بغيرها. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون يحبون الله والله يحبهم. وقد أخبر الله أنه يحب من اتصف بصفات كثيرة. أخبر الله أنه يحب المتقين الذين اتقوا الله واجتنبوا المحرمات واجتنبوا الشرك وأدوا الواجبات، ويحب المقسطين عن العادلين، ويحب التوابين جمع تائب والذي يتوب إلى الله، ويحب المتطهرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بحبه لغير واحد، الرسول أخبر أنه يحب عدد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال للحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما أحبهما فأحبهما وأحب من أحبهما. والحديث ثابت رواه الشيخان وغيرهما. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال قال أبوها. إذن يحب عدد كثير، لكن المخلة لا يستطيع أن يخالل أحد لأن قلبه قد امتلأ بخلة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأحبكم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب عدد كثير. وهذا الحديث ثابت رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهم.
نعم الناس نعم. والناس في حب الله تعالى يتفاضلون ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم إلى أدنى الناس درجة، مثل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وما بين هذين الحدين من الدرجات لا يحصيه إلا الله رب الأرض والسماوات، فإنه ليس في أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على بعض كبني آدم، فإن الفرس الواحدة ما تبلغ أن تساوي ألف ألف. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر به رجل من أشراف الناس فقال: يا أبا ذر، أتعرف هذا؟ قلت: نعم يا رسول الله، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن قال يستمع لقوله، وإن غاب أن يسأل عنه. ثم مر رجل من ضعفاء المسلمين فقال: يا أبا ذر، أتعرف هذا؟ قلت: نعم يا رسول الله، هذا رجل من ضعفاء الناس، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن قال أن لا يستمع لقوله، وإن غاب لا يسأل عنه. فقال: يا أبا ذر، هذا خير من ملء الأرض من هذا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا يجازف فيما يقول أن الواحد من بني يجازف عن أنك يجازف ولا يجاوز يجازف طيب أو يجاوز طيب متقارب نعم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا يجازف فيما يقول أن الواحد من بني آدم يكون خيرا من ملء الأرض من الآدميين، وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملائكة والواحد منهم شرا من البهائم كان التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملائكة. وأصل تفاضلهم إنما هو بمعرفة الله ومحبته، فعلم أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا الله تعالى، وكل ما يعلم من تفاضلهم في حب شيء من محبوباتهم فتفاضلهم في حب الله أعظم. نعم، قول المؤلف رحمه الله: الناس في حب الله يتفاوتون تفاوتا عظيما، يتفاوتون ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم إلى أدنى الناس درجة، مثل من كان في قلبه ذرة من إيمان، وما بين هذين الحدين من الدرجات لا يحصيه إلا رب الأرض والسماوات. يعني الناس يتفاوتون في حب الله، أعلاهم من هو؟ محبة لله محمد وإبراهيم الخليل عليه الصلاة، أعلى الناس محبة لله من هو؟ نبينا وإمام محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم الخليل، ثم يليه موسى الكريم، ثم بقية العزم نوح وعيسى، ثم بقية الرسل، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، ثم حتى يصل الحب إلى أدنى المؤمنين إيمان، وهو الذي في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ودخل النار وعذب وخرج من الإيمان بهذا، خرج من النار بهذا الإيمان. كم بين شخص في قلبه مثقال ذرة من إيمان في حبه لله وبين حب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وش بينهم من التفاوت؟ ماذا بينهم؟ ما لا يحصي إلا الله. هل مع قوله الناس في حب الله يتفاوتون ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم إلى أدنى الناس درجة، مثل من كان في قلبه ذرة من إيمان، ثم بينهما، بين هذا الشخص الذي في قلبه مثل ذرة من إيمان وبين حب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا بينهما من الدرجات؟ لا يحصي إلا الله. ما بين هذين الحدين من الدرجات لا يحصي إلا رب الأرض والسماوات. يقول المؤلف: فإنه ليس في أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على بعض كبني آدم. يقول أجناس المخلوقات كثيرة الآن، مخلوقات حيوانات برية وبحرية، هذه كل حيوانات، طيور والوحوش وبهيمة الأنعام وغيرها، يعني مما فيه روح، وكذلك ما لا تفضل. ليس في أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعض على بعض كبني آدم، بني آدم أكثر أجناس المخلوقات تفاضل. فإن الفرس الواحدة ما تبلغ أن تساوي ألف ألف، يعني مليون، ألف ألف هو المليون. بعض يقول بعض الفرس تباع مليون، وبعضها تباع مئة ريال، تختلف. لماذا؟ في بعض الفرس أصيلة، بعض الفرس أصيلة، ولو رحت إلى الخيل الآن ولا يعتنون بالخيل وجدت التفاوت. الآن تقول مليون، يمكن الآن بعضها تصل إلى ملايين،
فلأنه قالوا أن بعض الإبل بيعف بملايين في هذا الوقت الآن. فالفرس قد تباع بملايين. لماذا؟ تختلف في فرس أصيلة وفرس غير أصيلة، فرس عربية وفرس غير عربية، فرس الفرس الأصيلة اللي عندها قوة ونشاط في الجري تتفاوت، ولهذا في السباق تتفاوت. فإذا كان الفرس يتفاوت بينها الخيل تفاوت، بني آدم أعظم أعظم تفاوت. فالفرس بين الفرس الواحدة ما تبلغ أن تسعى ألف ألف، كيف التفاوت بين بني آدم؟ مثال المؤلف مثل للتفاوت بين في الخيل، الخيل بعضها يباع بألف ألف مليون، وبعضها يباع مثلا 200 ريال أو 500 ريال أو 1000 ريال مثلا. فرق بين اللي تباع مليون واللي تباع بألف. والآن في بعضها يمكن تباع 10 ملايين أو 20 مليون. التفاوت بين بني آدم ذكر قال وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر به رجل من أشراف الناس فقال يا أبا ذر تعرف هذا؟ قلت نعم يا رسول الله، هذا حري خطب أن ينكح وإن قال أن يسمع لقوله، يعني له مكانة في المجتمع، له مكانة، له منزلة، يكون وجيه، صاحب منصب، صاحب مال، رئيس قبيلة من الوجهة والأعيان. إن خطب كل واحد يقول تفضل، أي واحد يخطب بنته يزوجه، له مكانة في المجتمع. وإن قال تكلم كل الناس يسمعون لقوله، وإن غاب سألوا عنه، ليش؟ لأنه مكانه في المجتمع. ثم مر رجل من ضعفاء المسلمين فقال يا أبت أتعرف هذا؟ قلت نعم يا رسول، هذا رجل من ضعفاء الناس، ما أحد يعرفه، ليس له مكانه في المجتمع، فقير ليس عنده مال ولا من الوجهة ولا منصب ولا مكانه في المجتمع ولا شريف. قال هذا رجل من ضعفاء الناس، هذا حري من خطر ألا ينكح، ما أحد يزوجه، ما يعرف. وإن قال ألا يسمع لقوله، وإن غاب لا يسأل عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا، هذا اللي من ضعفاء الناس خير من ملء الأرض في الأول. يعني هذا تفاوت عظيم، ليش؟ لماذا هذا التفاوت؟ هذا من الإيمان، هذا مؤمن بالله ورسوله، هذا تقي، هذا من أولياء الله، من الذين امتلأت قلوبهم خشية لله، أدوا الواجبات، تركوا المحرمات، استقاموا على دين الله. هو الأول عنده كبر، عنده كبر وعنده صفات سيئة من العجب والكبر والخيلاء وضعف الإيمان ونقص الإيمان، فصار التفاوت عظيم بين بني آدم، أحدهم خير من ملء الأرض مثل هذا، وهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. إذا التفاوت عظيم، إذا التفاوت في بني آدم. يقول المؤلف فقد أخبر الصادق الذي لا يجاوز فيما يقول أن الواحد من بني آدم يكون خيرا من ملء الأرض من الآدميين، وإذا كان الواحد منه أفضل من الملائكة على قول بأن المؤمنون أفضل، المؤمنين أفضل من الملائكة، فمسألة خلافية، هل الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة أو غير أفضل؟ منهم من قال الملائكة أفضل، ومنهم من قال المؤمنون أفضل، ومنهم من قال أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة أكمل، والواحد منهم شر من البهائم، كان التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملائكة. بعض الآدميين بسبب قوة إيمانه أفضل من الملائكة، وبعضهم شر من البهائم. إذا ما الفرق بينهما؟ تفاوت عظيم. يقول أصل تفاضلهم ما هو؟ بأي شيء تفاضلهم؟ إنما هو بمعرفة الله ومحبته. فالذي أفضل من الملائكة عنده قوة إيمان، قوة معرفة، قوة محبة لله، والذي شر من البهائم فقد الإيمان والمعرفة والمحبة. يقول المؤلف فعلم أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا الله. هل يستطيع أحد يحسن التفاضل بين بني آدم؟ لا يستطيع إلا الله. لا، فعلم أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا الله. وكل ما يعلم من تفاضلهم في حب الشيء من محبوباتهم فتفاضلهم في حب الله أعظم. المعنى أن تفاضل الناس في حبهم للأشياء التي يحبونها معروف. تفاضل الإنسان في حب لولده ولصديقه ولسيارته ولكذا ولجاره إلى آخره، هذا متفاضل. لكن أعظم شيء يحصل فيه التفاضل هو في حب الله. أكثر الشيء تفاضلا وعظما في المحبة هو التفاضل في حب الله. وفق الله جميع طاعته وثبته وضعه، وصلى على محمد وآله وسلم. تجعلون الآن موقف الآن آخر الدروس الآن، لأن غدا إن شاء الله ما في درس، يكون حفل بعد المغرب، وعلى هذا نكون نقف على هذا إن شاء الله. تجعلون موقف الآن، ونعتبر الآن أخذنا ثلثي الكتاب، الدورة الماضية الثلث وهذا الثلث، وبقي الثلث إن شاء الله في الدورة القادمة نكمل الكتاب إن شاء الله. نسأل الله أن يفينا وإياكم حياة طيبة، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وسلم.